مشاهدينا الأكارم، طلبتنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم اليوم في ندوتنا لمادة الفيزياء وهي مخصصة للوحدة الرابعة، وسيكون محور الحديث في هذه الندوة عن الإلكترونيات والجسم الصلب. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي زميلي العزيزين نزار شاش الموجه اختصاصي تربية طرطوس، زياد رحمون المدرس في تربية طرطوس. أهلا وسهلا بكم زملاء. طلبتنا الأعزاء، كنا قد توقفنا في الندوة السابقة عند موضوع الأمواج الطولية والمزامير، وكنت قد وعدتكم بأن نقوم بحل أيضا بعض التمارين دعما للأفكار التي تم تقديمها في الندوة السابقة. سنكون في بداية هذه الندوة أيضا مع تذكير بما بإيجاز سريع لما استعرضناه في الندوة السابقة، ومن بداية مع أخي نزار. يعني تكلمنا عن الأمواج المستقرة، كيف ينشأ الاستقرار، شرط حدوث التجاوب بين الوتر والرنانة كجملة مجاوبة ومحرضة. تكلمنا أيضا عن العوامل المؤثرة في سرعة الانتشار، وتكلمنا عن الأعمدة الهوائية والمزامير. لكن يعني بإيجاز، لو تكرمتم أنت وزياد بحل يعني تمارين ترونها شاملة لأفكار الدرس، أو تغني الطالب بأفكار جديدة هي مشتقة من معارف الدرس. نعم. قبل أن نبدأ أستاذ بشار، طبعا أنا كنت من المتابعين لندوتكم السابقة، وبالفعل تمت الإحاطة بالأفكار النظرية بشكل كامل، لكن طالما أننا سنبدأ بحل المزامير لابد من تذكير سريع جدا بأهم الأفكار الأساسية، وخاصة المتعلقة بحل المسائل التي سنتناولها. فالمزامير من الناحية الاهتزازية كما ذكرتم تصنف في نوعين أستاذ زياد، من الناحية الاهتزازية مزامير متشابهة الطرفين ومختلفة الطرفين. المتشابه ذو فم نهاية مفتوحة أو ذو لسان نهاية مغلقة، والمختلف ذو فم نهاية مفتوحة أو ذو لسان نهاية ذو فم نهاية مغلقة أو ذو لسان نهاية مفتوحة. فقط إن اخترتم يعني أي مسألة عامة أستاذ زياد، وليكن المسألة العامة 28. كونها مسألة شاملة وتحاكي يعني أفكار عدة في الكتاب. هي مسألة شاملة، واختياركم صائب لسبب بسيط جدا، أننا تكلمنا عن القوانين الدرس وتكلمنا كيف يمكن تطبيق هذه القوانين في الحل، لكن يعني لضيق الوقت لم نستطع أن نتناول العوامل المؤثرة أيضا أخرى بسرعة انتشار الصوت في المزامير. كما هو معلوم لديكم ولدى طلبتنا الأعزاء، يعني الغاز الموجود داخل المزمار ينتشر فيه الصوت أو تنتشر فيه موجة، هذه الموجة لها سرعة معينة، تتعلق سرعة هذه الموجة بعاملين أساسيين هما نوع الغاز، ومن هنا يأتي العامل الأول وهو الكتلة المولية للغاز، والعامل الآخر وهو درجة الحرارة التي يحويها المزمار، غاز المزمار. المسألة 28 تتناول تحاكي هذه الأفكار. تتناول هذه الأفكار. يعني مشكورين على الحل. تفضل أخي نزار. رح نبدأ بالمسألة. مزمار ذو فم، إذن مزمار ذو فم نهايته مفتوحة، نهاية مفتوحة. أستاذ زياد بداية، ذو فم المنبع ذو فم، إذن هنا لدينا بطن اهتزاز، النهاية مفتوحة أيضا بطن اهتزاز، إذن نحن أمام مزمار متشابه الطرفين. طول هذا المزمار هو 3 متر. في هواء درجة حرارته هو 0 سيليسيوس طبعا، تي تساوي 0 درجة سيليسيوس. إذن نحن نتعامل مع درجة الحرارة المطلقة تساوي إلى 0 زائد 273، إذن تي تساوي 273 كلفن. حيث سرعة انتشار الصوت فيه هي 330 متر بالثانية. في 330 متر في ثانية ناقص واحد. نعم. وتواتر الصوت الصادر F يساوي إلى 110 هرتز. 110 هرتز. هذه هي معطيات المسألة. أما المطلوب
إذا مزمار متشابه الطرفين نعم. طوله 30 متر، درجة حرارة الغاز أو الهواء فيه نعم. 273 كلفن، سرعة انتشار الصوت فيه في 330 متر نعم. وتواتر الصوت الصادر هو عبارة عن 110 هرتز. المطلوب أستاذ زياد، المطلوب احسب البعد بين بطنين متتاليين. إذا المطلوب حساب البعد بين بطنين متتاليين أستاذ زياد، نحن نعم. نعلم أن البعد بين بطنين متتاليين يساوي لمدة على 2. إذا نحسب بداية لمدة طول الموجة. هناك أيضا علاقة ما بين طول الموجة وسرعة الانتشار وتواتر. نعم. إذا لمدة تساوي. لمدة تساوي. V على F. V على F تساوي. إلى. 330 على 110. إذا طول الموجة 3 متر. وبالتالي البعد. البعد هو لمدة على 2 يساوي 3 على 2 متر أو 1.5 متر. إذن هذه قيمة المسافة الفاصلة ما بين بطنين متتاليين. نعم. ثم استنتج رتبة هذا الصوت. نعم. المزمار متشابه. إذن استنتاج 2 استنتاج الرتبة. نعم. نحن نعلم أن طبعاً الرتبة الرتبة هي عبارة عن قيمة N. المزمار متشابه الطرفين. L طبعاً هذا الكلام في مزمار متشابه الطرفين. نعم. تماماً. أما الرتبة ذكرنا أن المزمار متشابه الطرفين، إذن الرتبة هي N. إذن طول هذا المزمار يساوي العدد صحيح نصف طول الموجة. نعم. وبالتالي نحن نريد N. N تساوي 2 L على لمدة اثنين ضرب ثلاثة على 3 تساوي 2. إذا نحن رتبة الصوت الثاني أو المدروج الثاني. Yes. طبعا لو كان أستاذ زياد المزمار مختلف الطرفين لكانت رتبة الصوت هي عبارة عن 2N ناقص 1. نعم. وطول المزمار طبعا سوف يساوي إلى عدد فردي من نصف طول من ربع طول الموجة. نعم. الآن نسخن المزمار إلى درجة حرارة تصل إلى 819 درجة سيليسيوس. إذا T تساوي 819 درجة سيليسيوس. إذن T 2 تساوي 819 زائد 273,092 كلفن. نعم. إذن طلبتنا أعزاء، يعني لنلاحظ الزميل أو الأخ نزار يعني هو مباشرة قد تناول الدرجة بالسيليسيوس وحولها إلى الدرجة بالكلفن وهي الدرجة المعتمدة أو هي الدرجة في الوحدات الدولية في الوحدة الدولية. يعني هذه ملاحظة يجب على طلبتنا أن ينتبهوا إليها، وفي كل ندوة دائما ما أشير إلى ذلك. تعطى الأرقام، قد تعطى بوحدات دولية وقد تعطى بوحدات مشتقة. عليكم الانتباه أنه يجب التحويل إلى الواحدة الدولية. الطول بالمتر، درجة حرارة بالكلفن، يعني الوزن أو الثقل بالنيوتون أو القوة شدة القوة بالنيوتون، الحق المغناطيسي تسلا، كل هذه الواحدات الدولية عليكم التقيد بها والتحويل مباشرة دون الانتظار، يعني من بداية المسألة نوضع المعطيات. نعم، أثناء وضع المعطيات نكتب المعطى وبالواحدة المعطاة ثم نحول إلى الواحدة الدولية. نعم أخي. بعد ما سخننا المزمار إذا درجة حرارة هي 819 سيليسيوس، استنتج طول الموجة المتكونة ليصدر المطلوب. نعم. لمدة 2. نعم. كوننا كتبنا درجة حرارة 2. نعم. إذا سوف نستنتج طول الموجة المتكونة ليصدر هذا المزمار الصوت السابق نفسه. ليصدر المزمار أو هذا المزمار. نعم. الصوت السابق نفسه. طبعا هنا معلومة مهمة جدا. نعم. هي الصوت السابق نفسه. يصدر المزمار الصوت السابق نفسه. ما المقصود يا أستاذ زياد بصوت نفسه؟ لدينا التواتر هو سوف يكون إذن ثابت. إذا F تساوي إلى 110. F2 تساوي F تساوي إلى 110 هرتز. نعم. إذا الآن طبعا كما ذكر الأستاذ بشار، سرعة انتشار الصوت في هواء المزمار تتناسب طردا مع الجذر التربيعي لدرجة الحرارة المطلقة. وبالتالي
في 2 نعم على في 1 تساوي الى تحت الجذر تي 2 على تي 1 على تي 1 تساوي الى تحت الجذر 1000 92 نعم. على 270 73 طبعا على الغالب ابناءنا الطلبه عندما تكون هكذا ارقام على الغالب هي ارقام مدروسه وهناك علاقه ما بين البسط والمقام. بالاختزال نلاحظ ان هذا المقدار يساوي الى جذر 4 يعني 2 اذا في 2 تساوي الى 2 ضرب في 1 اللي هي 330 بيطلع سرعه الانتشار 660 متر بالثانية. وكما ذكرنا التواتر هو ذاته ونعلم أن V2 تساوي إلى لمدة مضروبة بF لمدة 2 بF 2 بدي لمدة إذن لمدة 2 تساوي 660 على 110 تساوي 6 متر. نعم كان مباشرة الطالب هو حيبدا بالعلاقة الأخيرة رح يتفاجأ إنه ما معه طول الموجة فحيرجع يشتغلها من أول وجديد. يعني وهذه ميزة المسائل يعني هي الدراسة والحل بهذا الشكل هو من هو الذي يكسب الطالب المرونة في التعاطي يعني بداية يبدأ بوضع القوانين أجمعها تقريبا ثم ينتقي المناسبنا ومن ثم يغير بطرائق الحل ومن هنا تأتي المحاكمة. يعني في هذا التطبيق أخي زياد تناولنا العامل الأول وهو عامل درجة الحرارة. لو نبين عامل آخر أثر العامل الآخر في تغير سرعة الانتشار الكتلة مثلاً الجزيئية طبعاً هناك مسألة أخرى لكن هناك طلب مهم أيضاً أستاذ بشار في هذه المسألة تماماً لنفس المسألة بس الطلب الثالث منها عم يقول احسب طول مزمار آخر. نعم إذن احسب طول مزمار آخر ذي فم يعني ما لساته المنبع هو نفسه. نعم ولكن هون النهاية أصبحت مغلقة كان بالمزمار الأول نهايته كانت مفتوحة مغلقة إذن يعني هنا الطالب علي نعم تماما إذن مختلف نعم إذن على الطالب طرف. أن أن يقرأ النص جيدا ليصل بنتيجة مفاده أن المزمار أصبح مختلف طرفين أو فالقوانين ما يريده الطلب هو حساب طول مزمار آخر مختلف الطرفين نعم. لكن في هذا المزمار هناك أشياء سيحتاجها من المزمار السابق تمام حاطين له إياها بنص المسألة نعم. هني قايلين له أنه أحسب طول هذا المزمار آخر زوفا من نهايته مغلقة يحوي الهواء في درجة الصفر يعني رجعنا نحن لدرجة الحرارة الأولى اللي هي نعم. كانت صفر سيليسيوس في الدرجة صفر سيليسيوس صفر درجة سيليسيوس نعم. إذن ماذا تفيدنا أو ما أهمية تحديد درجة الحرارة هو السرعة اللي من أجل اختيار السرعة المناسبة مناسبة. في الدرجة صفر أعطيت سرعة انتشار الصوت هي 330 إذن المزمار مختلف الطرفين L فتحة تساوي 2N ناقص 1 B V على 4 لمدة على 4 على 4 4 نعم لمدة هي V على F أو لمدة فتحة لمدة فتحة هي V على F تساوي 330 على 110 3 متر أيضا ممكن أن طبعا نعم تجاوز معلومي تجاوز انا ما كملت نعم. ما كملت نص المساله اخذني الصفر سيليسيوس نعم. احسب طول المزمار بالدرجه صفر تواتر مدروجه الثالث يساوي تواتر الصوت الصادر في المزمار السابق نعم. وقت حطيت اف انت تذكرت انه نعم لا مشكله اذا تواتر مدروجه الثالث نعم يعني 2 ناقص 1 يساوي 3 اذا ال فتحه تساوي 3 مع التنويه زملاء إلى أنه في المزمار مختلف الطرفين طلبتنا الأعزاء لا يوجد مدروجات زوجية نعم صحيح. هناك تواتر أساسي ثم المدروج الثالث مباشرة والخامس والسابع إذا لا يوجد مدروجات زوجية
إذا طول المزمار 2.25 متر. نعم. إذا في هذه المسألة أستاذ زياد نكون قد بينا أثر درجة الحرارة. نعم. في تشكل في أو في تغير سرعة الانتشار في غاز المزمار. تشكل المدروجات في المزامير المتماثلة الطرفين والمختلفة الطرفين. ناخذ اذا بدكم المساله الثانيه اللي بتعتمد على تغير كتل المياه وتغير نوع الغاز. نعم تغير نوع الغاز. رح ناخذ المساله 35 بالمسائل العامه. نعم نعم. هو مزمار ذو فم. اذا مزمار ذو فم. نعم. نهايته مغلقه. نهايته مغلقه. مغلقه. اذا طبعا استاذ نزار يكتب المعطيات التي تخدم. نعم. او التي سيصل من خلالها الى نتائج معينه. نعم. مختلف الطرفين. نعم. يحوي غاز الاكسجين. يحوي غاز الاكسجين. سرعه انتشار الصوت فيه في تساوي الى 324 متر في الثانيه. في في. نعم 324 V O2 تساوي 324 متر في الثانية. نعم. يصدر صوتا أساسيا تواتره 162 هرتز. إذن يصدر صوتا أساسيا أساسيا هنا أستاذ زياد أساسيا زياد. والمزمار مختلف الطرفين. إذن 2 N ناقص 1 هي تساوي إلى تساوي الواحد. نعم. نعم يصدر صوتا أساسيا تواتره F هو عبارة عن 162 هرتز. 160 هرتز. المطلوب احسب طول هذا المزمار. اذا المطلوب نعم. نعم. ايضا المزمار مختلف الطرفين اذا طوله يساوي 2 ان ناقص 1 لمدا على 4. اذا المزمار مختلف الطرفين L يساوي 2 N ناقص 1 لمدة على 4. لمدة على 4. هنا عطينا طول السرعة وال طبعا لمدة مجهولة. نعم. نحسب لمدة من العلاقة. لمدة تساوي في على F 324 على 162 يساوي إلى 2 متر معوض في علاقة الطول ال تساوي الى 1 ضرب انه قال النص ان تواتر صوته الاساسي. نعم. اذا 2 على 4 او 0.5 متر. هذا فيما يتعلق بطول المزمار. نعم. فينا كمان كان ياخذ بدون حسب الاستاذ نزار لمده وبعدين عوض فينا ناخذها نحن مباشره في على اف من معطيات المساله نفسها. نعم. لكن يفضل الحساب بشكل تفصيلي. أطلب الحساب. هنا نعم هنا الأستاذ نزار يعني يحاول تكريس مفهوم التطبيق العددي. نعم. والحسابات كي تكون يعني الحسابات في أثناء عام الامتحان لديه صحيحة. صحيح. يعني يتعلم. نعم. محاكمة بشكل جيد. نعم. السؤال الثاني أستاذ هو نستبدل بغاز الأكسجين في المزمار. غاز. نعم. الهيدروجين. نستبدل O2 ب H2. 2 في درجة الحرارة نفسها. إذا درجة الحرارة نفسها. صحيح هنا درجة الحرارة نفسها ثبتنا درجة الحرارة. حرارة. لكن غيرنا الغاز. إذا ستتغير السرعة. نعم. احسب تواتر الصوت الأساسي. إذا المطلوب حساب تواتر الصوت الأساسي الذي حساب. نعم. تواتر. نعم. أخي نزار يعني ثبتنا أحد يعني في المسألة الأولى ثبتنا عامل وغيرنا الآخر. الآن نعكس الأمور يعني لو صحيح. كانت القضية هي بتغيير العاملين معا وجب على الطالب أن يكتب تي واحد في واحد على في اثنين ساوي تحت الجذر تي واحد ب إم اثنين على تي 2 بام 1 يعني بده ينتبه الطالب الى ان طردا مع درجه حراره مع جذر التربيع عكسا عكسا مع جذر التربيع الكتله الموليه. نعم صحيح.
إذن مطلوب حساب تواتر الصوت الأساسي. إذن هل تغير نوع المزمار أستاذ زياد؟ لا لم يتغير. إذن بقي مختلف ما الذي تغير إذن؟ تغير نوع الغاز الذي يملأ نوع هذا الغاز. بالتالي تغير سرعة الانتشار. صحيح. نعم. إذن وبالتالي نحن بدنا نستخدم تغير طول الموجة. نعم. إذن نستطيع أن نحسب أولا سرعة انتشار الصوت في غاز الهيدروجين من العلاقة V H2 على V O2 تساوي طبعا نستطيع أن نقول بأن الكثافة هي الكتلة المولية M على 29 على M يعني M H2 على 29 على M ل O2 على 29. إذن نكتب تساوي M لأو 2 على M 29 على M لأش 2 على 29 لأن العلاقة عكسا تناسب عكسي. نعم. إذن تساوي طبعا بالاختصار أو بالاختزال 32 طبعا هو مطاطة الكتل الذرية للعناصر تساوي جذر 16 تساوي طبعا لو أربع. تساءل الطلبة من أين أتى الأخ نزار من أين أتى بال 32 و 2 في نهاية المسألة تعطى طلبتنا الأعزاء كتل الذرية نعم. للعناصر فالأكسجين 16 وبما أن جزيء الأكسجين 2 فبيكون 32 الهيدروجين جزيء 2 وبالتالي 2 في 1 2 إذا من هنا أتت الكتلة المولية. نعم. إذا نحن حسبنا سرعة انتشار الصوت في غاز الهيدروجين الآن هنا يعني الفتني أن أشير لطلبتنا الأعزاء إلى أن أنتم في الكيمياء قد تناولتم بحث الغازات وقد أخذتم درس في درس الغازات علاقة جراهام قانون التسرب والانتشار ويعني هنا التكاملية ما بين الفيزياء والكيمياء يعني العلم متكامل تماما هون حتى نعم. حصروا لهم انه يجب ان تكون من الرتبه الذريه نفسها نعم وهون جايبين لهم نفس الرتبه الذريه او 2 يعني يقصد بالرتبه الذريه طلبتنا الاعزاء ان يكون عدد الذرات المؤلفه للجزيء الغازي ذاته يعني انا انظر لجزيء الاكسجين هو يتكون من ذرتين وجزيء الهيدروجين يتكون من ذرتين وبالتالي لهما او هذين الغازين لهما الرتبه الذريه نفسها نعوض في عباره التواتر نعم ولو يعني طبعا نستطيع ان نوضح ذلك لدينا L تساوي 2 N ناقص 1 ب لمدة على 4 لمدة على 4 تساوي 2 N ناقص 1 ب V على 4 F اذا F تساوي 2 N ناقص 1 ب V على 4 L الصوت أساسي أستاذ زياد نعم إذن 2 واحد. ناقص 1 واحد V أش 2 تساوي 1296 على 4 طول المزمار طول اللي هو يطلعوا على 0.5 ب 0.5 طبعا يعني 1296 على 2 نعم يساوي عندي 648 648 هرتز هيك بنكون احنا ناقشنا العاملين اللي بيتعلق فيهم نعم. سرعة انتشار الصوت ودرجة الحرارة بالنسبة للعوامل المؤثرة يعني كيف تتغير سرعة انتشار بتغير هذين العاملين نعم. أخي زياد هل من أفكار جديدة يمكن أن أو تسألون عنها في الميدان يعني هي تثير تساؤلات لدى الطلبة أكثر شيء الأرقام هل الأرقام اللي موجودة إنه في بس أفكار ما في العمليات الحسابية فقط ولكن مثل ما حكى الأستاذ نزار طبعاً العمليات فقط نعم هناك فكرة واحدة فقط نحن كيف نحصل على مدرجات الصوت جميع مدرجات الصوت نعم هذا الموضوع إن كان المنبع ذو لسان قطعا هو بتغيير طول اللسان نعم. أما إن كان المنبع ذو فم فهو من خلال زيادة نفخ الغاز تدريجيا نعم. كلمة تدريجيا موضوع مهم جدا لكي نحصل على جميع التواترات التي نعم المدرجات أو التواترات والتواتر الصوت الأساسي التواتر الصوت الأساسي هل هو المدرج الأول نعم
دائما وقت بيطلبوا منا المدروجات الثلاثه الاولى، فمعناتها نعم. طلبت اخذت الاول، بعدين عندي واحد اثنين وثلاثه واربعه. المدروج الاول هو المدروج الاساسي او هو يعني التواتر الصادر، تواتر الصوت الصادر من عندما يتكون مغزل واحد فقط في نعم. العمود الهوائي. يعني انتم ترون ان قد نستوفينا ان شاء الله. ان شاء الله. على كل طلبتنا الاعزاء، يعني ان كانت لديكم تساؤلات يمكن ان ترسلوها لنا من خلال موقع الوزاره، الموقع الرسمي للوزاره، ومن خلال الاتصالات مع مدرسيكم او توجيه او يعني انه تسالوا توجهوا الاسئله للزملاء المدرسين بالميدان او الى الموجهين الاختصاصيين، وحتى ان اضطر الامر يعني الى التوجيه الاول بالوزاره، فكل التساؤلات هي محض اهتمام جميع من هم قائمين على العملية، يعني من مدرسين وموجهين. الآن لو بدأنا بالحديث عن الوحدة الرابعة في الكتاب، وهي الوحدة قبل الأخيرة، وهي تتناول الإلكترونيات والجسم الصلب. طلبتنا الأعزاء، يعني أنتم تسمعون بمصطلح الطيف، أيضا مصطلح الأشعة المهبطية، مصطلح الأشعة أو الفعل الكهروضوئي أو الأشعة السينية أو الفعل الكهروحراري. هناك مجموعة من الأفكار والمعارف التي هي حديثة إلى حد ما، وهي كان لها الفضل الكبير في التطور المتسارع لتقنية أو للعلم لنقول ذلك. نتناولها في الوحدة الرابعة، كما قلت هي وحدة الإلكترونيات وجسم الصلب. وسنكون بداية مع الطيوف الذرية. أخي زياد، يعني طيف ذري، نعم، ما معنى؟ إجمالا عندما بحثت بنية المادة كان نعم. الطيف هو الفكرة الأساسية اللي لفت نظر العلماء نعم. أنه لماذا هذه المواد أو لماذا هذه الذرة يمكن أن تصدر طيفا. نعم. فبالتالي الطيف هو اللي دلنا على بنية المادة. نعم. لذلك نحن وقت اللي بدنا نبلش ندرس الطيوف لابد وأن نأخذ أحد هذه النماذج الذرية وندرسها. نعم. رغم أنه النموذج بور هو النموذج المعتمد كان بدراسات نعم. ودراسته لذرة وقتها نماذج نعم. نعم. ولكن عام. النماذج الأحدث حددت شيء فقط حسب هايزنبرغ مثلا، اللي قال انه المدار هو مانو عبارة عن مسار دائري او مداري نعم. عبارة عن نعم. احتمال تواجد الالكترون نعم. حول النواة الموضعة، حيز احتمال تواجد الالكترونات فيه اعظمية نعم. نعم. لذلك بس رجعنا لانه يكون بور هو الاساس بدراستنا للطيوف الذرية. حقيقة هو كلام يعني جدا منطقي، كون نظرية بور في ذرة الهيدروجين تحديداً. قد يعني شرحت كل المتعلقات بهذه من خلال هذه البنية. لكن يعني أتت الذرات الأكثر احتواء للإلكترونات نعم. من نعم. الهيدروجين. الهيدروجين إلكترون وحيد نعم. لكن هناك ذرات يعني تحوي أكثر من إلكترون. طب ما شأن هذه النظرية في 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 هي كانت اللبنة الأساسية. هي نعم طعم هي اللبنة الأساسية، وضحت بعض المفاعل نعم. لكن هناك حقيقة الكثير من المعارف التي يعني ناقضت أو أكملت نظرية بور نعم. خصوصا عند وجود إلكترونات أكثر في الذرة، حيث نعم. هناك التأثير متبادل بين هذه الإلكترونات في حركتها. بالتالي يعني كانت نظرية بور شاملة في ذرة الهيدروجين فقط. أتت نظرية بور من خلال الفرضية التي قدمها لحطة. هو اعتمد كليا على نظريتين أساسيتين، نظرية ذرية والكهروتيسية نعم. وأيضا هو كان يعني يجد بنظرية بلانك، هو نظرية الكم، تكميم الطاقة، يعني تكميم الطاقة الحل لذلك. كيف استخدم مفهوم الكم في نظريته أستاذ تمام. زياد؟ أول شيء أنه قال لو منشوف سطح المكتب هون نعم. رح نبدأ بنموذج بسيط لبور نعم. ونمشي فيه. زملاء لو بناخد لابتوب بعد إذنكم أنت بلكي
لا مو زملاء لو بناخذ نعم هيدا النموذج بور لذرة الهيدروجين بنشوف انه تحتوي على نواة على بروتون والكترون يدور حولها. هلا البنية اللي حكاها بور على هالاساس على هالاساس هذا نعم. فبالتالي هذا هي عبارة عن مفهوم الكوانتم اللي نعم. هي عبارة عن الطاقة حول النواة. اول شيء البور كانت فرضيته مثل ما قلت انت حضرتك كانت جديده كثير يعني بال 1913 نعم. تم الاكتشاف البنية قال انه الالكترونات تدور حول النواة وفق مدارات محدده وثابته نعم. طبعا هذه المدارات صنفها KLMN حتى لو كانت تحتوي على الكترون واحد فبالتالي هو عبارة عن المدارات موجودة أو المحطات نعم. موجودة بعدين. هلأ العدد الأعظم للإلكترونات راح يكون عبارة عن 2N مرفوع للأس 2. الN هي عم تكون سعة يعني هنا سعة المدار, المدار. سعة نعم. الإلكترونات التي سعة تتوضع. مدار من الإلكترون سعة العظمى يعني هذه العلاقة تحدد العدد الأعظم من الإلكترونات الموجودة يمكن... على كل مدار نعم. بعدين كمان تحدث على أنه الإلكترونات يجب أن يكون عدد أعظمي على الطبقة السطحية الخارجية بده يكون 8 نعم تمام يعني بده تحقق الاستقرار الطاقي عندما تمتلك 8 الكترونات نعم. هلا العدد تمام فقط العدد الاعظم للالكترونات نعم. على الطبقه نعم. السطحيه نعم. يعني يقول ذلك نعم. العدد الاعظم نعم. نعم. الان هون كان الشيء المهم بكل الطيف هالفقره هي انه كل الكترون على مداره عم يمتلك طاقه نعم كل الالكترون على مداره يمتلك طاقه وهالطاقه تختلف من مدار الى اخر بحسب القرب والبعد عن النواه عندما يكتسب هذا الإلكترون طاقة ماذا يحدث به؟ ينتقل من إلكترون أقرب من مدار أقرب إلى مدار أبعد نعم. ثم يعود إلى هذا المدار بعد أن يفقد الطاقة التي اكتسبها ولكن يفقدها على شكل إشعاع نعم. هذا الإشعاع هو يكون إشعاع غير مستمر وإنما إشعاع ذو طاقة محددة نعم. نعم. إذا هون إجا التوافق ما بين النظرية الكهرباتيسية أنه بده يفقد طاقة أثناء الدوران ويقترب من النواة بس هل سوف يقع على هذه النواة؟ لا ما رح يقع على هذه النواة ما. هون إجا تكميم الطاقة لماكس بلانك عندما يعود إلى 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 مداره الأساسي أو السوية الطاقية الأساسية التي هو فيها هو مكتسب لطاقتها وبالتالي هو ينتمي إلى ينتمي إليها يعني هنا أخي نزار لو تساءلنا بنود نظرية بور في ذرة الهيدروجين هو قال أن حركة الإلكترون حول النواة هي حركة دائرية الفرضية الأولى أو فرضية بور الأولى قال أن حركة الإلكترون حول النواة هي حركة دائرية منتظمة والسبب كما نعلم أن هذا الإلكترون أثناء حركته يخضع لقوتين نعم. قوة العطال النابز الناتج عن دورانه وقوة جذب النواة نعم. ومحصلة هاتين يعني هناك قوة كهربائية وقوة نعم. عطال النابز نعم. نعم. محصلة هاتين القوتين تساوي الصفر فهما متساويتان شدة أو متعاكستان مباشرة وبالتالي الحركة دائرية منتظمة نعم. هذا بالنسبة للفرضية الأولى وفي هذه الفرضية استنتج بور عبارة الطاقة الحركية والطاقة الكامنة ومن ثم الطاقة الكلية أو الطاقة الميكانيكية لإلكترون ذرة الهيدروجين. الفرضية الثانية لبور أستاذ بشار قال إن العزم الحركي للإلكترون على المدارات التي يمكنه التحرك عليها تساوي إلى أعداد صحيحة من أتش على 2 بي حيث أتش هو ثابت بلانك نعم. الفرضية الثالثة قال لا يصدر الإلكترون طاقة طالما بقي على مداره يعني هو كما في نعم. يرافقنا نعم. ويصدر الإلكترون طاقة محددة عند انتقاله من سويته إلى سوي أقرب إلى النواة نعم. كما يمتص طاقة محددة عند انتقاله من سويته إلى سوي أبعد عن النواة إذن الطاقة مكممة مقدار الطاقة المقدر الممتصة نعم. أو المنتشرة أو الصادرة نعم. هي مقدار مكمم نعم. وتساوي دائما فرق الطاقة بين السويتين هذا السوي الكلام نعم. في نعم. إذا كانت ذرة مثارة نعم. يعني إذا انتقل إلكترون في ذرة مثارة من سوية إلى أخرى سيصدر أو يمتص بحسب كان قربا أو بعدا عن النواة سيصدر طيفا أو إشعاعا لكل إشعاع تواتر معين وبالتالي يعني نقول من هنا أن أتى مفهوم الطيوف أو المطيافية نعم يعني نعم بشكل عام نحن نعلم أن هناك ذرة مسارة وذرة غير مسارة أكيد. الذرة المسارة طبعا تبدأ من السوية الثانية بالنسبة نعم. لإلكترون ذرة الهيدروجين وما فوق وما بعد يعني يمكن الإلكترون ذرة الهيدروجين أن يحتل نعم. أي سوية نعم. لا على التعيين هو ما بعد ما نعم. بعد الأساسي نعم. فأكيد يجب أن نميز ما بين
الذرة المسارة والذرة المتأينة، متى تتأين ذرة الهيدروجين أستاذ زياد ومتى تكون مسارة؟ طالما أن الطاقة أخ زياد، نعم أخ زياد يعني يبدو محضر العرض تبعه. نعم ما مشكلة الأمريكي اللي عم نعرضه. نعم اللي عم نعرضه نعم. طالما أن الطاقة التي يمتصها الإلكترون هي أقل من طاقة طاقة ارتباطه بالنواة، هو سيبقى حبيساً منتمياً. نعم. منتمياً إلى الذرة. نعم. وبالتالي يمكنه العودة في متى توافرت الشروط. أما عندما تصبح الطاقة التي يمتصها أكبر من طاقة الارتباط، سوف يتحرر هذا الإلكترون إلى اللانهاية، ينتقل من سويته الأساسية أو من السوي المعلومة الموجود فيها إلى اللانهاية، وبالتالي تصبح في اللانهاية. نعم. فتصبح الطاقة معدومة. نعم. هن الفرضيات اللي حب تتحدث عنها الأستاذ بشار. آخر شيء قال إنه هو بده يتحدث عن الطاقة، ما هيك استنتج الطاقة. فالطاقة هي بالحساب كانت بتساوي إلى إي زيرو على إن تربيع. نعم. هالإي زيرو هي عبارة عن السوية للإلكترون في السوية الطاقية، طاقة الإلكترون في السوية الطاقية الأولى، وحسبت وكانت قيمتها هي عبارة عن 13.6 إلكترون فولت. أنا كطالب لو سألت أخي زياد، إلكترون فولت يعني هو واحدة كهربائية أم هو واحدة طاقة؟ لا نحن عم نحكي عن طاقة، فهي هي واحدة طاقة. هلا صراحة فيني ورجيه للطالب اللي سألني السؤال منين جاي الإلكترون فولت. لو نشوف هون سوا مع بعض إنه نحن عنا مجموعة طاقتين اللي بتحدث الأستاذ نزار عن الطاقة الحركية والطاقة الكهربائية. نعم. هلا مجموعة رح يعطيني هالقيمة اللي هي عبارة عن ناقص 2.18 ضرب 10 أس 18 جول على N مربع، اللي هي بتكافئ اللي ناقص 13.6 على N مربع للإلكترون فولت. نحن لو افترضنا أنه عندي هالدارة الكهربائية هاي اللي تحتوي على مكثفة، وهالمكثفة فرق الكمون بين لبوسيها هو عبارة عن فولت واحد. تمام. وعندي إلكترون بده ينتقل حسب الحقل الكهربائي من اللبوس السالب إلى اللبوس الموجب، لأنه الحقل الكهربائي سوف يكون بالجهة معاكسة وشحنته سالبة، ويؤثر على الشحنات السالبة بقوة لها، حامل الحقل ولكن تعاكسه بالجهة الاتجاه. فهون رح نشوف أنه العمل اللازم لنقل هالإلكترون بين اللبوسين اللي فرق الكمون بيناتهم هو عبارة عن 1 فولت، هو عبارة عن 1.6 ضرب 10 أس ناقص 19 جول. نعم. لذلك تكون لدينا كل إلكترون فولت يقابل هو 1.6 ضرب 10 أس ناقص 19. فبالتالي عندما نريد أن نحول من الإلكترون فولت للجول سوف نضرب بهذه القيمة اللي هي عبارة عن 1.6 ضرب 10 أس ناقص 19، وعند التحويل من الجول للإلكترون فولت نقسم على هذه القيمة لحتى نحسبها. فبالتالي هيك بتكون الطاقة المحسوبة عندنا مقدرة بالإلكترون فولت. ولكل سوية طاقية مثل ما تحدثنا، لكل سوية طاقية قيمة محددة من الإلكترون فولت، نبتدئ من 13.6 وتنتهي بالسوية رقم 7 أو 6 اللي هي ناقص 0.38 إلكترون فولت. تحدث الأستاذ نزار على أنه في عندي طاقة لحتى أين هالذرة، فيجب أن أعطاء قيمة يجب أن تكون مساوية ل 13.6 إلكترون فولت حتى يتحرر الإلكترون من ارتباطه بنواة ذرة الهيدروجين. هيك بنكون حصلنا على طاقة التأيين تأين النواة. نعم. أو لتأين ذرة الهيدروجين. نعم. هي بالنسبة لإحاطة الفرضيات بور. نعم. يعني هنا توضح لدى الطالب كيف اعتمد بور على نظرية التكميم أو نظرية الكم في شرحه لبنية ذرة الهيدروجين. طب لو عدنا الى الطيوف اخي نزار. نعم. وحبذا زياد لو يعني يرافقنا العرض مع نعم. مع الشرح. لو عدنا الى الطيوف، منشأ الطيوف قلنا ان حسب بور طبعا ان ذره المثار يوجد فيها سويات مثاره، قد يحدث انتقال الالكترون من هذه السويه الى سويات اخرى في ذره الهيدروجين نتكلم طبعا، وبالتالي يرافق كل انتقال اصدار او امتصاص محدد إشعاع طاقة. طبعا هو طالما إشعاع إذن إصدار. عندما ينتقل عندما يقترب من النواة يصدر، وعندما يبتعد عن النواة ينتقل ينتقل الإلكترون من سوية مثارة ما إلى سوية أخرى. سوف يقوم بإصدار إشعاع. هذا الإشعاع متعلق بفرق الطاقة بين السويتين طبعا التي كان بها والتي انتقل دلتا إيه تساوي إلى أتش
بي اف. نعم. وبما ان فرق الطاقه متغير او مختلف باختلاف السويه المنتقل. نعم. اليها، فاذا سوف نحصل على تواترات مختلفه. هذه التواترات يعني كل انتقال. نعم. يرافقه او يوافقه تواتر معين. هذه. نعم. التواترات المختلفه يعني هناك اطوال موجيه مختلفه اكيد. نعم. مختلفه، وبالتالي طيف مختلف. اذا. نعم. هذا الطيف هو مرتبط بالقفز او بقفزه الالكترون. نعم. من سويه الى اخرى. نعم. نعم. الحد اللي تحدث عنه الاستاذ نزار تماما اللي راح نشوفه هون. نعم. نشوف لو ناخذ العرض زملاء. عم نشوف هون اللي تحدث عنه حضرتك انه هو عندي الكترونات موجوده على سويات طاقيه اللي هي مدارات حسب بور. عم نشوف الالكترونات تدور على هذه المدارات، وكل الكترون يبتعد عن النواه بعد محدد، فله طاقه محدده على هذا المدار. لنفترض ان لدينا الكترون عم يدور على هالمدار في الذره المساره، وسوف يعود الى المدار سويه ادنى اللي هو اللي. نعم. كان ينتمي اليها. نلاحظ انه هون سوف يطلق اشعاع ضوئي، هذا الاشعاع الضوئي مختلف بطول موجته حسب مكان وجود هذا الالكترون. بنلاحظ. نعم. انه كان الاصدار الاول للون الاحمر، كان الاصدار الثاني للون الاخضر، كان الاصدار الثالث للون الازرق. وبنلاحظ انه حسب اختلاف وجود الالكترون في الذرة المسارة وانتقاله الى السوية اللي كان. نعم. فيها عم يختلف عندي طيف الاصدار. هون في شغلة كثير مهمة، انه الالكترونات في ذرة الهيدروجين تأخذ سويات طاقية محددة، وانا هون رح وقف. نحن هون ما بنشوف هذا الكلام ابدا بذرة الهيدروجين، نحن شفنا ثلاث انتقالات، يعني ثلاث مجالات ضوئية. نعم. لثلاث انتقالات للالكترون. نعم. هذا الكلام اللي شايفينه هلا بالرسم لا هو غير موجود في الحقيقة، لانه لو كان هذا الكلام موجود في الحقيقة انا ما كنت رح اشوف بس هالثلاث الوان. معناتها اذا كل هالانتقالات محققة عندي فبالتالي انا لازم اشوف طيف كامل فيه. نعم. كامل الالوان، لانه اذا عم بتدرج من الاحمر للازرق معناتها انا فيني اتدرج من الاحمر مرورا بالبرتقالي الاصفر الازرق الاخضر النيلي، ولكن هو منفصل تماما. نعم. منفصل هون راجع عم يقول لنا. نعم. بنشوف هون لازم تكون الاصدار الطيفي بهالشكل، وليس عندما يكون الانتقالات هيك. اما الانتقالات الحقيقيه هي بهالشكل هذا المنفصل، فبالتالي انا ما راح يكون عندي كل الالوان الطيف، راح يكون عندي فقط هون عم يقول لنا هون عندي لون احمر وهو الأعلى. نعم. طول موجة، بعدين عندي الانتقال الثاني، عندي الانتقال. نعم. الثالث، وهيك بتكون عنا أنه بيتأكد عنا أنه الذرة حسب نظرية بور أنه الذرة طاقتها محددة. نعم. مكممة لا. نعم. تطلق أو لا تمتص ولا تصدر جميع الطاقات، وإنما طاقاتها بتكون محددة. بنشوف الفيديو كيف عم يعطينا. نعم. الألوان. نعم. نعم. يعني بموجب هذا العرض نستطيع أن نقول أن الطيوف الذرية أتت من خلال الانتقالات الإلكترونية والطاقات التي شعها الإلكترون أثناء انتقاله في السويات المسارة من سوية مسارة إلى الآن. لو يعني كما تفضلتم خلال الشرح وجدنا أن الطيوف الذرية أخي نزار. نعم. يعني هناك طيف متصل وطيوف منفصلة. نعم. ايضا يعني انا كما اوردها الكتاب وهنا اقتبس ان هناك سلاسل طيفيه. نعم. وهي تمتد من في او درست من خلال سلاسل ذره الهيدروجين. نعم. سلاسل لاند باشون يعني ليمان السلسله الاولى واللي اوسع. نعم. ثم بالمر ثم سلسله باشون. هذول السلاسل يعني بموجز او بايجاز سريع اخي زياد يعني لو نتكلم عنها بايجاز سريع يعني توافق انتقال من اين الى الالكترون في سلسله. نعم. ليمان. نعم. ينتقل من اي سويه. نعم. كانت الى اي سويه. هلا اهم في اشياء في شيء مهم جدا انه سطح المكتب. سطح المكتب. نعم. اذا تريدوا. نعم زملاء لو ناخذ سطح المكتب. نعم. في عندي انا الخط الموجود امامي هو عباره عن لون الطيف الكامل يعني من البنفسجي وحتى الاحمر. نعم. عم نشوف السلاسل الموجوده قدامي هن ثلاث سلاسل. الصراحه هون الفكره من الموضوع انه انا عندي واحده منهم حتكون طيف مرئي والباقي كلهم تقع خارج مجال الطيف المرئي. لو نحن شفنا هالعصابات اللي عم تكون ضمن الانتقالات
أو إصابات اللي عم تكون ضمن الانتقالات هون. فهي السلسلة الأولى هي لليمان، عم تكون الانتقال عم يكون من 2 للأول، 3 4 5 6 و 7 للأول. نعم. الثاني اللي هي عبارة عن إذن سلسلة ليمان نعم هي توافق الأطياف التي ترافق انتقال الإلكترونات من السويات العليا إلى السوية الأولى حصرا. تماما. نعم. وهي عبارة عن سلسلة غير مرئية. نعم. يعني هي تقع في مجال الألترا يعني الأشعة فوق البنفسجية. نعم. هي نعم. غير مرئية. نعم نعم. السلسلة اللي بعدها هي سلسلة بالمر واللي هي بتوافق الانتقال من السويات الأعلى وحتى السوية الثانية. نعم. السوية الثانية هون هي تقع ضمن المجال المرئي. اما السلسله اللي بعدها اللي هي سلسله باشن واللي هي بتكون من السويات الاعلى للثالثه نعم. فبالتالي كمان بتكون غير مرئيه، بتكون تحت من الانفراريد او اللي هي عباره عن التحت الحمراء, الحمراء. نعم. هدول السلاسل الطيفيه كل انتقال منهم من هالاسهم اللي موجوده عندي عندي هون بيعطيني عباره عن طيف هل يمكن ان يرى عندما يقع ضمن مجال المرئي واللي هو بيتراوح تقريبا ما بين ال 400 وال 700 نانومتر، بينما الـ تحت الاحمر والفوق البنفسجي فهي مجالات غير مرئيه توافق نعم. سلسلتي ليمان وباشن. نعم يعني السلسله الاولى والثالثه دول طيوفهم غير مرئيه، غير مرئيه، طيف السلسله الثانيه هو طيف مرئي. طيف المرئي. نعم. بالنسبه للطيوف المستمره والطيوف نعم طبعا يعني اصبحت يعني في متناول الطالب وليس فيها ما يعني افكار يعني هي موجوده في الكتاب نعم ولن نعم. نقدم شيئا جديد عما هو موجود. لكن الان اود الانتقال معكم الى يعني موضوع جديد كليا. تفضل. كما هو معلوم الالكترونات ترتبط بذراتها نعم بقوى معينه. الآن لنزع إلكترون يعني هنا سندخل إلى صلب الدرس الثاني يعني في الوحدة الرابعة وهو انتزاع الإلكترونات نعم. وتسريعها. طلباتنا الأعزاء يعني نحن لا نقوم بنزع إلكترون لمجرد أن ننزع الإلكترون أو لسحبه من ذرته، هناك غاية. هذا الإلكترون بانتقاله يؤمن له قيم كهربائية معينة ويقوم بنقل هذه القيم على شكل رسائل ويعني تطبيقات كثيرة جدا في حياتنا اليومي ويعني كل التقدم العلمي كما قلت أتى تقريبا بهذا المجال، كان له في الأجهزة الطبية في أجهزة المطيافية في كل الأجهزة هذه. انتزاع الإلكترونات وتسريعها كان له أثر كبير في تطور هذه الأجهزة. أخي نزار لو بدأنا بانتزاع الإلكترونات وتسريعها، ما هي الأفكار الأساسية أو المعارف الأساسية التي يحتويها هذا الدرس؟ طبعا بداية يجب أن ننتبه إلى أن طاقة انتزاع الإلكترون تتعلق بمتحولات المعدن. نعم. فهذه طاقة الارتباط تختلف من معدن لآخر باختلاف هذه المتحولات اللي هي العدد الذري، الكثافه، نعم. طبيعه الروابط الى ما هنالك. نعم. هذا فيما يتعلق بطاقه الارتباط. اذا لنتفق ان طاقه ارتباط معدن او طاقه الارتباط تختلف من معدن لأله. الى اخر باختلاف نوع هذا المعدن، نوع المعدن نعم او تبع تحولات المعدن. نعم. تحولات المعدن ذاته. نعم. نعم. كما ان هذا الالكترون طبعا طالما أن هذه الطاقة مختلفة إذن هذا الإلكترون يشد من قبل الذرة أو النواة تجذبه بقوة كهربائية بقوة نعم. كهربائية معينة. لذلك لكي أستطيع أو أتمكن من انتزاع هذا الإلكترون يجب أن أقدم له عمل أكبر من عمل القوة الكهربائية التي تشد هذا الإلكترون. والاستنتاج الرياضي هو كان لقوة الشد شد. فالعمل المبذول لسحب هذا الإلكترون أو لنزع هذا الإلكترون هو على الأقل أكبر من هذه الطاقة التي تشد. نعم. وهل هذه الطاقة أفكار الرئيسية نعم. أخي هل هذه الطاقة هي بآلية واحدة؟ أكيد لا، قد تكون من خلال يعني تأمين الطاقة نعم. اللازمة نعم. لنزع هذه الإلكترون. الطاقة قد تكون نعم. ضوئية نعم. من خلال فنحصل على مفعول كهربائي بإسقاط ضوء وحيد اللون بتواتر ضوء مناسب طاقته كافية نعم. أكبر من طاقة الانتزاع يمتص الإلكترون هذه الفوتونات سنأتي نعم. إليها بالتفصيل نعم. من خلال أيضا التسخين يعني التسخين. لن نكتفي أخي نزار أكيد لا سنستنتج نعم. سنستنتج عبارة أو طاقة نعم. انتزاع إلكترون حر نعم. الطريقة الثانية من خلال تسخين هذا المعدن إلى درجة حرارة مناسبة وبذلك نحصل على المفعول كهرباء حراري نعم. أو من خلال قصفه بجسيمات ذات سرعات مناسبة نعم. طبعا نحن لننتزع لنشرح طاقة انتزاع إلكترون حر من سطح
معدن. إذا يعني إن كانت موجودة بالعرض لديك ما موجودة ما في مشكلة. نعم. إذا نقوم بالاستنتاج. نعم. ليه؟ انتزاع الكترون حر من سطح معدن ونقله مسافة عنصرية صغيرة DL يجب أن نقدم عملا أكبر من عمل القوة الكهربائية التي تشد. نعم. القوة الكهربائية هون في معلومات كثير لازم يسترد الطالب التي الصف العاشر تشده. طبعا يعني هنا من هنا اخي نزار يعني. نعم. كما يقول الاستاذ زياد يعني من هنا على الطالب ان يعود الى صف العاشر ويعني يستنبط بعض الافكار التي تساعده في الفهم. هنا يعني من هنا ياتي ترابط الفيزياء. اذا دبليو اس تساوي الى القوه. نعم. مضروبة بالانتقال العنصري. وهذه القوة الكهربائية أستاذ زياد تساوي إلى شحنة الإلكترون. نعم. مضروبة بالحقل الكهربائي. أي حقل؟ الحقل الكهربائي طبعا. نعم. إيه هو الحقل؟ الحقل الكهربائي هو كان بيعرف الطالب هي F تساوي إلى Q فتحة في E متولد. نعم. عن الأيونات الموجبة عند سطح المعدن. الأيونات الموجبة طبعا هو يعني هنا الرابطة المعدنية. نعم. لو عدنا بالشرح قليلا أخي نزار. نعم. يعني من أين أتت الشحنات الموجبة على سطح المعدن؟ ما هو بيعرف لأنه أكيد أنه الرابطة المعدنية هي عبارة عن مجموعة تمثل بشبكة من الأيونات الموجبة تسبح في بحر من الإلكترونات. نعم. هالإلكترونات هي بتكون بالمدارات بسبب البنية المعدنية تكون مترابطة مع بعض البعض. نعم. فالإلكترونات قادرة أن تنتقل بين مدارات الخارجية. نعم. تدعى بالإلكترونات ولكنها لا تخرج سطح المعدن ما لم تقدم طاقة كافية. نعم. التي هي نحن بسببها. نعم. لكن هنا قبل أن تكمل أخي نزار. نعم. يعني كنت أقول أن الإلكترونات هي ترتبط في الذرات الداخلية. نعم. هي عبارة عن تعاني من قوى جذب وتنافر تعاكس معاكسة لبعضها مثنى وبالتالي تفنى محصلة. نعم. أو محصلة معدومة. يتبقى لدينا الإلكترونات القريبة من السطح في ذرات التي هي سطحية. نعم. في سطح المعدن هي تخضع لقوى جذب داخلي نحو الداخل محصلتها نحو الداخل وبالتالي إلكترونات هذه الذرات تخرج ولكنها تخرج إلى خارج سطح المعدن أكيد لا فهي تخرج أو تنتزع من ذراتها تدخل باتجاه محصلة القوى نحو داخل المعدن فتكون حركة الإلكترونات وبالتالي تبقى لدينا الأيونات الموجبة عند سطح المعدن وهي التي يتولد عنها الحقل الكهربائي. وهذا الحقل تماماً لأن الإلكترون عندما يصبح على السطح. نعم. تصبح الأيونات الموجبة هي من الجهة الداخلية. نعم. لسطح المعدن وبالتالي. نعم. تعمل على شحنته هي موجبة وهو سالب تعمل على جذبه. نعم. نحو داخل المعدن أو. نعم. الذرة. إذن F تساوي E بE بالتعويض في عبارة العمل W S تساوي إلى E بE بدي L. نعم. لكن المقدار E بدي L أستاذ زياد يعبر عن فرق الكمون U S. نعم. نعم. نكمل طبعا فرق الكمون يو اس فرق كمون بين سطح المعدن والسطح الخارجي. نعم. اذا دبليو اس تساوي الى اي بيو اس و دبليو اس هو ذاته العمل طبعا او طاقه الانتزاع. اذا طاقه الانتزاع اذا اي اس تساوي دبليو اس تساوي اي بيو اس. نعم. طبعا اليو اس كما تفضلت اخي نزار هو فرق الكمون بين سطح المعدن والوسط الخارجي. نعم. يعني هنا اتساءل تفضلت اخي نزار بشرح واستنتاج علاقه الطاقه اللازمه لانتزاع الكترون من ذرته وتفضلت ايضا بذكر مصادر هذه الطاقه من اين ناتي بهذه الطاقه ان كانت من خلال ضوء او من خلال حراره او من خلال قذائف. نعم. الحد بالتالي هناك يعني طرائق كثيرة لكن
لنفترض أننا قدمنا طاقة لهذا الإلكترون أخي زياد نعم. أقل من طاقة الانتزاع نعم. يعني عندي أحد احتمالات نعم. ثلاثة يا أما بدي طاقة انزعه. أقل نعم. يا أو تساوي. طاقة تساوي أو طاقة أكبر, أكبر. نعم. ما هي الحلول؟ لنفترض أنه طاقة كانت أقل نعم. فبالتالي رح يأخذ الإلكترون هذه الطاقة يغير من سويته وتزداد ممكن تزداد طاقته الحركية نعم. فقط لا غير يبقى حبيسا نعم. عندما تكون عمل الانتزاع أو طاقة الانتزاع مساوية أو قيمة الطاقة المقدمة من قبل الفوتون تساوي طاقة الانتزاع يعني طاقة الانتزاع هي من خاصيات مميزة طبعاً لكل معدن نعم كل معدن له طاقة انتزاع خاصة فيه فبالتالي عندما تكون مساوية لطاقة الانتزاع ماذا يحدث لهذا الإلكترون سوف ينتزع ولكن يخرج إلى سطح المعدن بدون سرعة ابتدائية تكون طاقة حركية معدومة طاقة نعم. حركية معدومة فبالتالي تعود الأيونات المجبية الموجودة تحت سطح المعدن بعودة بجذبه إلى سطح المعدن وهنا بيكون عندنا الانتزاع ولكن رجع انسحب باتجاه الطاقة حركية معدومة طاقة حركية لن يكون هناك أما الخيار الثالث أو الحالة الثالثة عندما يكون الطاقة المقدمة لهذا الإلكترون أكبر من طاقة الانتزاع نعم. عند ذلك سوف يخرج من سطح المعدن ويبتعد عن سطح المعدن بطاقة حركية نعم. يعني الطاقة الحركية هي هي ناتجة أو اللي هي صفيان فرق الطاقة المقدمة واللي نعم. الطاقة اللي استخدمها لانتزاعه من سطح المعدن وبالتالي يمكن حساب السرعة التي يغادر بها يغادر بها هذا يعني الإلكترون سطح المعدن الرياضيات والفيزياء نعم. فعندما اي كي هي اي ناقص اي اس والاي كي هي نص ام في مربع وكتلة الإلكترون معلومة ففي تساوي فرق الطاقتين تحت الجذر على 2 يعني هي 2 فرق الجذر نعم. على الكتلة على كتلة نعم. الإلكترون وبالتالي نحصل على سرعة السرعة التي يغادر بها الإلكترون سطح المعدن ومن هنا تأتي يعني أهمية انتزاع هذا الإلكترون انتزع لماذا؟ ليسرع ويسرع نعم. الإلكترون بتطبيق حقول كهربائي حقول كهربائي نعم على كل يعني تفضل بس في فكرة أنه ممكن وقت اللي بيكون عندي بعض الانتزاع الإلكتروني هو يعتمد على طاقة المساواة يعني أنه ممكن أن ينتزع الإلكترون ويستقر على سطح المعدن ولكن نعم ثم بعدين نعم. يسرع من فرق حقول حقول خارجي حقول خارجية نعم. وبالتالي يعني أعتقد بذلك انتزاع الإلكترونات قد أيضا استوفينا الأفكار الرئيسية التي يحويها هذا الدرس أخي نزار يعني هل من تطبيق سريع يمكن للطالب من خلاله أنه يعني يفهم الأرقام بالأرقام هذا التسبيق طبعا لن نتكلم عن تسريع الالكترون حاليا لانه يعني يحتاج الى هذا اللي كنت عم بحكي عنه طبعا بس حقيقه الاستاذ بشار يفضل قبل ان ندرس تطبيقا ان ندرس تاثير الحقل الكهربائي نعم. نعم لكي كون المسائل والتطبيقات مرتبطه بمفهوم تسريع الالكترون سواء وضع الكترون ساكن او دخل الالكترون بسرعه معينه وهذا نعم. يعني طلبتنا سامحونا يعني سنؤجل ذلك الى ندولا كوننا ما تبقى لدينا يعني سوى وقت قليل جدا طلبتنا الأعزاء يعني يمكن باختصار أننا القول بأن الطيوف تعود إلى الانتقالات الإلكترونية في السويات المثارة بالذرات بين السويات المختلفة في الذرات المثارة نحصل على أنواع الطيوف أيضا خلال الانتقالات الطيفية هناك سلاسل محددة وجدناها أيضا وجدنا بأن الإلكترون كل إلكترون يرتبط بذرته بقوة معينة للتغلب أو لنزع هذا الإلكترون يجب تقديم طاقة أو عمل أكبر من طاقة الجذب وتم استنتاج علاقة العمل المبذول لنزع إلكترون لكن يعني تسريع الإلكترون سنكون يعني في الندوة القادمة إن شاء الله سنكون أمام دراسة لتسريع الإلكترونات سواء كانت متحركة أو مساكنة في كلا الحالين ونأخذ تطبيقات عليها يعني أحب أن أشير في نهاية هذه الندوة إلى أن الطاقة الحركية التي يخرج بها الإلكترون هي متعلقة بالطاقة المقدمة فإن كانت الطاقة المقدمة أصغر من طاقة الانتزاع بقي الإلكترون حبيسا ضمن الشبكة المعدنية وإن كانت مساوية سيخرج إلى سطح المعدن لكن بطاقة حركية معدومة
وإن كانت أكبر فسيخرج بطاقة حركية، فرق الطاقتين في بين المقدمة وطاقة الانتزاع. لم يتبقى لدينا من الوقت سوى أن باسمكم أتقدم بالشكر إلى زميلي نزار الشاشة موجة اختصاصي طرطوس، زياد رحمون المدرس تربية طرطوس. الشكر الأكبر لكم أنتم طلبتنا الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في ندوة لاحقة إن شاء الله.